ينتظر اليوم صناع السينما حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022، وهو أحد الحفلات الفنية لتوزيع الجوائز. ويأتي حفل أوسكار 2022 بعد جائحة كورونا التي تسببت في إقامة الحفل العام الماضي إلكترونياً، وتسببت في هبوط أرقام مشاهدات الحفل إلى أدنى حد لها في تاريخ أوسكار. ويحاول منظمو الحفل أن يعوضوا خسائر العام الماضي في الدورة 94 للحفل. ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار 94 بعد ساعات من الآن على مسرح دولبي بلوس أنجلوس. ومن المقرر أن يبدأ الحفل في الساعة 12:12 ليلاً، ويستمر حتى ساعات الأولى من صباح يوم الاثنين. ويمنح تمثال جائزة أوسكار للفنانين والعاملين بقطاع السينما الذين أثبتوا براعتهم في فئات معينة. ويقال إن مارغريت هيريك أول أمينة مكتبة في أكاديمية الأوسكار والمدير التنفيذي علقت عام 1930 على الشبه بين تمثال الأكاديمية وعمها أوسكار، ومن هنا جاء سر تسميته حفل توزيع جوائز الأوسكار. وتبنت الأكاديمية رسمياً هذا الاسم عام 1939، ولكن يظل اسم التمثال التقني الكامل أكاديمي أورد أوف ميريت. أقيم العرض التقديمي الأول لجوائز الأوسكار في 15 من مايو عام 1929 في حفل عشاء خاص في فندق هوليود روزفلت بحضور حوالي 270 شخصاً.